عبد العزيز النمش. اسمه عبد العزيز صالح النمش، ممثل كويتي اشتهر بلقب أم علاوي. ولد يوم 24 أغسطس عام 1931 في حي القبلة في الكويت. في بداية حياته عمل في التجارة وعمل سائق شاحنات بين منطقتي الشعيبة والأحمدي. وبعد تأسيس التلفزيون الكويتي عام 1964 حصل على وظيفة عامل فني، ثم تدرج في العمل من خدمات الإنتاج إلى المشتريات وأعمال التصوير والإضاءة. وهو أحد مؤسسي فرقة المسرح الحر عام 1974. اشتهر بإيجاد دور المرأة الكويتية الشعبية في ظل ندرة العناصر النسائية خصوصاً في بداية الفن في الكويت. كانت بدايته من خلال تجسيد دور المرأة منذ أن كان في المدرسة، ولم يمثل دور الرجل إلا مرتين في حياته الفنية. وقد بدأ أداء هذه الأدوار مع المسرح الشعبي بمسرحية سكانة مرتا عام 1964 في دور المطوعة مكية، وله عدة مسلسلات ومسرحيات بعد مشاركته في مسلسل أبو علاوي وأم علاوي، ومن هنا جاء لقبه أم علاوي. مثل دور البطولة في العروض المسرحية منذ عام 1966، وبرز في مسرحية كازينو أم عنبر. أول عمل تلفزيوني شارك فيه النمش كان مسلسل مذكرات بو علاوي في العام 1964، وهو من بطولة الفنان عبد الحسين عبد الرضا، محمد الجابر، والراحل خالد النفيسي، وإخراج حمدي فريد. أما أبرز مسرحياته فهي غلط يا ناس، الجنون فنون، يمهل ولا يهمل، كازينو أم عنبر، حرامي آخر موديل، روزنامة، العانس، ضحية بيت العز، يا معيريس، فرسان المناخ، ممثل الشعب، دقة الساعة، هلو بانكوك، أرض وقرد، وعالمكشوف. آخر عمل تلفزيوني شارك فيه كان مسلسل الوفاء في العام 1989، وصور في مملكة البحرين، حيث شارك فيه الراحل بدور المطوع. وشاركه في بطولة هذا العمل كل من الفنانة الراحلة مريم الغضبان، إبراهيم الصلال، الراحلة عائشة إبراهيم، حمد ناصر، وجاسم الشريدة، فيما القصة والسيناريو والحوار لمكي القلوف، والإخراج لأمير الشايب. آخر عمل مسرحي شارك فيه الراحل كان مسرحية يا غافل لك الله في العام 1999، وهي من بطولة ولد الديرة وعبد الناصر درويش. حاز على عدة تكريمات على أعماله من عدة جهات، منها فرقة المسرح الشعبي في العام 1995 بمناسبة احتفالها بمرور 40 عاماً على تأسيسها، كما وقد كرمته الإعلامية القديرة عايشة ليحيى في العام 1995 مع مجموعة من الفنانات. وكرم أيضاً في المهرجان المسرحي الخامس العام عام 1997، وكرمه المجلس الوطني للثقافة والفنون في الموسم الثقافي في 23 سبتمبر عام 1998. كان الفنان الراحل متزوج وله من الأبناء صالح وعادل. رحلة النمش مع المرض طويلة، بدأت في العام 1995 إذ كان يعاني من مرض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الشيخوخة. وفي سنوات عمره الأخيرة تأثرت القرنية في عينيه بسبب مرض السكري، وأصيب بشلل مؤقت جعله يبتعد عن الناس، وأجريت له عمليتان جراحيتان تكللتا بالنجاح. الأولى كانت عملية للقلب، والثانية عملية خاصة بالشلل. وقد أجرى العمليتين خارج الكويت على نفقة وزارة الدفاع وبدعم من الشيخ سالم الصباح، ولكنه توفي عصر الأربعاء يوم 22 مايو 2002 عن عمر يناهز 71 عاماً إثر نوبة قلبية حادة أصابته داخل سيارة الإسعاف وهو في طريقه إلى المستشفى. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.